إليكم من جديد نداءً نابعًا من القلب لكل جزائريةٍ وجزائريٍ غيورٍ على وطنه أن يتوجهوا وبقوة إلى صناديق الاقتراع. ضعوا ثقتكم في استراتيجيتنا الحكيمة ولن تندموا. نحن واعون بالرهانات المستقبلية وسبل تحضير الجزائر لرفع التحديات والرهانات المستقبلية. نحن المستقبل، وبناء المستقبل يمكن أن يبدأ يوم 7 سبتمبر إن تجندتم جميعاً معكم. نحن المستقبل، نحن المستقبل، نحن المستقبل، وأنتم المستقبل. شباب الجزائر هم المستقبل إن تجندوا ووضعوا أنفسهم في موقع يمكنهم لصناعة التغيير والتحكم في مستقبلهم.